السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والكرام، امبارح قلت لكم على الأنسولين، إن أنا يعني أقول لكم النهاردة يعني كيفية عمل الأنسولين أو آلية عمل الأنسولين في الجسم، أو ما هي وظيفة الأنسولين في الجسم، عشان الناس اللي بتمنع الأنسولين من نفسها أو الناس اللي بتقلل الجرعة من نفسها. احنا جايين النهاردة نفهم مع بعض ازاي الانسولين بيشتغل. قلت قبل كده في حلقات كتير مرارا وتكرارا ان الانسولين يا جماعة زيه زي العامل او الموظف اللي شغال في المكتب في اي مصلحة حكومية. الموظف اللي هو بياخد الاوراق بينقلها من مكان لمكان، او الموظف اللي هو بياخد داتا ينقلها على الكمبيوتر. المهم هو بيقوم بمهمة يعني لا يمكن الاستغناء عنها، والمهمة دي في الجسم اللي هي الطاقة اللي هو السكر. اذا الانسولين يا جماعة بياخد السكر من الجسم، يبقى بينقل السكر يوديه للخلية. ركزوا معايا بس شوية في الحتة دي، عشان لو فهمتوها هتقدروا تعرفوا قد ايه الانسولين مهم للجسم، قد ايه نعمة ربنا علينا في ان البنكرياس لسه بينتج انسولين، قد ايه النعمة اللي احنا بنمر بيها ومش حاسين بيها. فبفضل الله ان عندنا البنكرياس شغال وبينتج انسولين. انا بكلم سكر تايب 2 او النوع الثاني، لان النوع الاولاني وعنده البنكرياس ما بينتجش انسولين، يعني غير قادر او يعجز على انتاج الانسولين. لكن النوع الثاني بينتج انسولين ولكن بكمية او بجرعة قليلة، فالجسم عايز جرعة تانية عشان يقدر ينقل السكر. فبالتالي الطبيب بيوصف له الانسولين او بيديله جرعة انسولين عشان الجسم يكون فيه كمية كافية من الانسولين تاخد السكر توديه للخلية. هي دي عملية او آلية عمل الانسولين، هو بياخد السكر يوديه للخلية وبيبدأ الجسم يحول السكر الى طاقة. طيب لو الانسولين غير كافي، او انا ما خدتش الجرعه بتاعتي، او الطبيب ما وصفليش انسولين، او انا ما عنديش انسولين في الجسم، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ان الجسم بدل ما كان هيستخدم السكر كطاقه هيستخدم مين؟ هيستخدم الدهون. طيب نرجع تاني يعني لورا كده ونشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان لما انا ما فيش انسولين كافي ياخد السكر يوديه للخلية، السكر بيرجع تاني في الدم، فبينزل عن طريق البول. فلما بينزل عن طريق البول فبيكون بنسب عالية، فخلاص انا ما عنديش كده طاقة السكريات، فببدأ الجسم بيبدأ يلجأ الى تكسير الدهون، فبيحول الدهون الى طاقة للجسم. اذا الدهون دي لما بتتحول لطاقة بتظهر حاجة اسمها الأحماض الكيتونية اللي هي الكيتونات. عشان كده بتلاقي الكيتونات عالية في السكر في البول، وريحة فمك بتبقى بريحة الأسيتون. ده نتيجة ان الأنسولين قليل في الجسم. عشان كده الناس اللي هي لما بتيجي تعمل نظام دايت او رجيم معين بيظهر عندهم الموضوع ده لفترة مؤقتة او بسيطة في البداية فقط. طيب ايه فايدة الموضوع ده، او ايه الاهمية من الموضوع ده كله؟ الاهمية ان انا يعني اكون مستقيم في استخدام الانسولين، ما غيرش الانسولين من نفسي، دي رقم واحد. رقم اتنين، ان انا لو ما عنديش عندي انسولين وعندي سكر، فانا كده عندي حاجتين عاليين، عندي السكر عالي في الدم. فهو الانسولين لو مش عندي انسولين كافي، السكر العالي في الدم ده المفروض بياخده يوديه للخليه عشان تحرقه وتستخدمه كطاقه. طيب لو انا ما عنديش انسولين كافي، السكر ده بيرجع للدم فبيرفع السكر في الدم. طيب لو انا بقى عندي انسولين وعندي سكر والانسولين بتاعي كافي، ولكن برضو السكر بتاعي عالي في الدم، ليه وايه السبب؟ السبب ان في حاجة اسمها مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين دي يا جماعة بسبب تراكم الدهون على الخلية اللي المفروض الانسولين هيدخل فيها السكر. انا عندي الخلية دي زي شعيرة. الخلية دي يا جماعة
الانسولين جاي كده عايز يفتح عشان يدخل ويدخل لها السكر ونحوله لطاقه، هي بترجعه تاني. ليه؟ لان هي عندها المستقبلات مقفوله، قافله المستقبلات بتاعتها. طب هي قفلتها بمزاجها؟ لا، ما قفلتهاش بمزاجها، دي الدهون اللي حضرتك عمال تاكل فيها اتحولت وتراكمت عليها دهون فوق دهون فوق دهون، عمال تحط لها في دهون فقفلت على الخليه الرئيسيه دي اللي المفروض هيدخل ليها المفتاح عشان يفتح، فبيجي يفتح ما بيلاقيش مكان من الدهون فبيرجع تاني فبيزيد في الدم، والدكتور يفضل يوصف في انسولين وانسولين ويقول لك الانسولين هو اللي قليل في الدم. لا، العيب بيكون في مقاومه الانسولين. لو انت بتاخد انسولين وسكرك عالي لازم تغير خطه العلاج بتاعتك، لازم ترجع للطبيب يغير لك خطه العلاج، لازم نكسر او نعمل مقاومه الانسولين، نكسر المقاومه، نكسر مقاومه الانسولين بالنظام الغذائي، بالحميه الغذائيه، بالرياضه، بالنشاط، بالمجهود. كل الحاجات دي بتاثر على الدهون، بتحرق الدهون فبتبدا تفتح البيبان شويه بشويه 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 لحد ما تفتح البيبان خالص وتدخل الانسولين لحد ما نرجع نستخدم الاقراص تاني والادويه تاني. اظن كده يعني حضراتكم فهمتم ايه عمليه الانسولين، عشان انا شرحتها حلقه او اتنين وتلاته قبل كده، ولكن الحلقه دي مخصوص النهارده لكل الاسئله اللي جاتني على القناه، لكل الاسئله اللي جاتني من المشتركين الجدد حياهم الله على قناه افهم مني. من بعد ال 20,000 مشترك لحد النهارده كل الناس جديده، كل الناس يعني مش عارفه اي حاجه في القناه، مش عارف يرجع للقناه ويشوف الفيديوهات القديمه على القناه. ان شاء الله اي فيديو بتطلبوه في السكر انا بعمله ليكم بسرعه. متنسوش تعملوا شير لايك، اشتركوا في القناه، اضغط على زر الجرس عشان يوصل لك منا اي فيديو ينزل جديد واي بث مباشر جديد ليكم ان شاء الله. وان شاء الله اعلن على البث المباشر الجديد عشان ازاي نسيطر على السكر، ده هيكون عنوان البث المباشر القادم ان شاء الله. ما كانش النهارده هيكون بكره باذن الله، باذن الله في خلال اليومين دول هنعمل بث مباشر، فانتظروني، وكل اللي عنده سؤال يبقى يسيبه لي اسفل الفيديو ده او في البث المباشر وانا هرد عليه مباشره اونلاين. يعني بنكون مع بعض كده في شات، انت بتبعت السؤال وانا برد عليك، انا بكون فاتح موضوع بتكلم فيه وانت بتبعت سؤال وانا برد عليك. في اخر الحلقه مثلا بخلي 10 دقائق نرد على الاسئله بتاعتكم الخاصه بمرض السكر والتغذيه لمرضى السكر. فما تنسوش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش تعملوا شير للحلقه دي عشان كل الناس مرضى السكر يستفيدوا من هذا الفيديو ومن هذه الحلقه. واشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله. كان معكم من قناه افهم مني اخوكم حسين كمال، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.